معلومة بس أنا بالنيوز آلاء وقصة مميزة. يوم رح صور فيديو من جمهورية مصر العربية المدى الخاصة بالأطفال. من العراق تقرير لأطفال الموصل. ماركوس ذا يوتيوبر على اليوتيوب وبصور فيديو جديد كل ثلاثة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج سنة بالنيوز. أنا جينيفر. مثل ما تعودنا برنامج سنة بالنيوز هو برنامج الأخبار اللي بعرفكن على أخبار الأطفال وبيطلعكن على أمور عملية بتفيدكن بحياتكن اليومية، وأكيد رح نجاوب على أسئلتكن اللي أرسلتوها على شبكة التواصل الاجتماعي. آلاء بنت صغيرة عم بتعاني من مرض السرطان، وآلاء عندها كتير أحلام. شو حبيت تقول لأطفال ستات سيفن كيدز؟ تقرير بعرفنا أكتر. هاي، معكم جنى من سنابل نيوز. عطول منشوف على مواقع التواصل الاجتماعي ستارز وفنانين، بس اليوم بروبورتاجنا رح نتعرف على بنت شغلت مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. خلونا سوا نتعرف على آلاء. هاي، كيفكن؟ أنا كتير اشتقت لكم. اليوم رح صور فيديو نحن وعم نصور ببرنامج سات سيفن كيدز ببرنامج سنابل نيوز. اليوم جانا رح تعمل مع الانترفيو. حبيت فرجيكم أجواء التصوير، بس هلأ رح أترككم شوي لأنه بدي روح أعمل المقابلة. هاي آلاء، خبرونا انه عملتي بيج لك على الفيسبوك وكثير متابعين حبوك وعم يتعاونوا معك. خبرينا اول شيء عن حالك. انا آلاء، عمري 12 سنه. عملت هيدي البيج لانه حب اول اولاد اللي معهم كانسر، لانه في كثير اولاد يعني ضعاف وبيستحوا. انا بدي اقول لهم انه خليكم دائما قوايا، ما لازم تضعفوا، ما لازم تستحوا. في كتير أولاد بعرفهم بيستحوا يطلعوا بلا طاقية بلا شعر. بدي أقول لهم إنه ما تستحوا، هيدا منه عيب. وأكيد في كتير ناس مزعجة وبتحكي حكي بيزعج، بس مش لازم نرد عليهم. وأنت من وين أجتك الفكرة أو كيف لا تعمل بيج على الفيسبوك لألك؟ أنا صراحة كتير كتير بحب التمثيل. أنا حبيت أني أطلع على البيج على الفيسبوك تأول أولاد، بس أنا حلمي غير شيء. حلمي أنا أنه يكون عندي بيج على اليوتيوب وكمان على التلفزيون، وصير أطلع أقدم برامج ويكون عندي بيج على اليوتيوب ومثل عليها وأعمل فيديوهات. وكمان بدي اقول لهم بليز بليز اعملوا لي كلكم لايك على البيج تاعولتي. اسمها البيج آلاء دلول بس بالفرنسي. وشو بتحبي تقدمي رساله لكل يلي بيحضروك ويلي مثلك؟ بدي اقول لهم انه انا كثير كثير بحبهم، وبدي اقول للي مثلي خليكم قوايا، ما لازم تستسلموا، وأكيد أكيد بدكم تصحوا. حياتي هي حقل تجارب، في تجارب هينة وفي تجارب صعبة، بس ما لازم نفقد الأمل لنكمل مشوار الحياة. كانت معكم جانا من السنابل نيوز. دايماً اللبس اللي نلبسه لازم يكون بليق بأولاد الرب وبليق بالبلد اللي عايشين فيه. كيف نلبس على الموضة؟ من جمهورية مصر العربية تقرير بعرفنا أكتر. معكم كندي من السنابل نيوز مصر.
بتحب تلبس على الموضة، بتحب تعرف ايه هي احدث الموديلات لملابس الاطفال، تعالوا معانا نشوف عروض الازياء للاطفال في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تابعونا. المرة دي الدورة رقم 39 للديفيلي كيدز الدولي في قاعة المؤتمرات. الديفيلي عموما بيقام مرتين في السنة، موضة صيف وشتاء الموسمين. المرة دي أو الموسم ده هنشوف إن شاء الله 8 بيوت أزياء تتضمن الكاجوال وير، تتضمن الهوم وير الملابس البيتي السواري. طبعا بتقام بروفات وبيبقى في فريق فني محترف زي ما انت تتفرجوا كده عليهم كشغل موديلنج على الكاتووك. عموما الفاشن شو عندنا في مصر يعني تعتبر من الفنون الراقيه والناس بتبقى معجبه بيها جدا، وكل عائله او ماما لاي بنت او ابن تبقى نفسها ان بنتها تبقى موديل. عشان اتابع الازياء الجديده واشوف الموضه وكده، وعشان العرضات كمان حلوين، والعرض كان النهارده هايل بصراحه. انا يعني اهتميت بالموضه وبحب الموضه جدا. جاي النهارده عشان اشوف الازياء بتاعت الاطفال، انها كانت حلوه قوي. انا اهتميت عشان اعرف احدث صيحات الموضه واعرف ايه الجديد في المعارض، فانا كل سنه بجي هنا. طبعا احنا البنات بننزل بالبوست على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا بيجي بنات كتير بتقدم وولاد كتير بيقدموا، بيبقى نفسهم ان هم يطلعوا على الستيج، بيبقى نفسهم يعملوا حاجه جديده، عرض ازياء في مصر حاجه مختلفة. طبعا بيبتدوا الاول ان هم يرسلوا صورهم، بنعمل لهم انترفيو. طبعا ايه المعايير؟ لازم تبقى ليها طلة، ليها حضور على المسرح، ليها بوزات، ليها ابتسامة حلوة، اهم حاجة الابتسامة كمان. طبعا بيتم تدريبهم على كذا مرحلة، يعني كذا مرة بيبقى في اسبوع قبل العرض بندربهم، بيبقى في دي بقى البروفا بيقيسوا فيها الملابس اللي هيعرضوها، بيتم كتابة الاسماء، بندربهم على الخطوات. هم بيبقوا 4 وقفات، يعني لازم في فاشن شو للاطفال نعمل لهم حاجة مبهجة زي استعراض او رقصة صغيرة. دي بتبقى شوية بتاخد وقت وبتاخد تعب شويه، بس في الاخر بتطلع حلو قوي، هم بيطلعوها حلو قوي. انا شاركت في ديفيلي الاول، لقيت على الفيسبوك ان هو ديفيلي كيدز البيج بتاعتهم بتنزل حاجات حلوه قوي، والمودلز بتاعتهم حلوين وكل حاجاتهم يعني فاشنبل، فانا يعني قلت لمامي ان انا عايزه اروح معاهم. انا بحب الموضه قوي، وبشوف في التي في حاجات عن الموضه والكاجوال والسواري والحاجات دي كلها، فانا كده عشان حبيت الديفيلي فقلت اشترك. بتخليني البس الحاجات الشيك، وبتعلم كمان ازاي البس الحاجات وامشي والبس الحاجات الجميله والمتناسقه. انا اشتركت في الديفلي عشان يعلمني ابقى شيك وازاي امشي، والنهارده لبست كاجوال وير ولاس الشام وسواري وليجنز وميو. لاني وانا صغيره فجاه لقيت التلفزيون عليه ديفلي شو فعجبني جدا، فقلت لمامتي ان انا عايزه اشترك، فمن ساعتها وانا جيت ديفيلي كيدز انا بحبه جدا، علشان برضو علمني الاتيكات، خلاني يبقى عندي ثقه في نفسي، وخليني كمان يعني الالوان تليق على بعض ازاي والاكسسوارز. كتير بنبقى حيرانين مش عارفين ايه اللون المناسب لينا، اتمنى نكون قدرنا نوصل لكم ايه اللون المناسب ليكم، وكمان ايه هي احدث الموديلات لملابس الاطفال من ديفيلي كيدز الدولي. كانت معكم كنزي من السنابل نيوز مصر.
الكنيسة بالعراق رغم كل التحديات بعد عم تشهد عن إيمانها بالمسيح. أطفال الموصل كمان عندهم شهادة خاصة عن الرب. تقرير بعرفنا أكتر. مس نورا، شلون اجتي الفكرة انه تدمجون اطفال النازحين من الموصل مع اطفال الاحدية، وشنو كانت تحدياتها؟ طبعا بالبداية واجهنا صعوبات لانه تعرف عدد الاطفال كبير اجانا، يعني خاصة بالنزوح، بس احنا حبينا انه الاطفال يكونون ايضا يعني ويا اطفالنا، مو بس انه اطفالنا ياخذون التعليم، بس أطفال النازحين أيضاً ما لهم ذنب أنه يجون يتعلمون كلمة الرب. وهذا سويناه بالكنيسة، أنه خلينا عندنا ترتيب خطة السنة، أنه كل معلمة أو معلمتين تأخذ صف. علمت هواي أشياء على المسيح، على كلمة الله، على الكتاب المقدس، كل شيء تعلمت. من طلعنا بحشيقة هواية تفارقوا، أصدقائي تفارقوا بكل مكان، بس من جت بهاي الكنيسة هواية أصدقاء صار عندي. مو المهم وين يعيشون أو من يا منطقة هم، الشيء الوحيد المهم إن هم لقوا التعليم الصحيح ولقوا المكان اللي يعيشون به حياة طبيعية. نرجع لكم للاستوديو غني وجينيفر، مع السلامة. ماركوس قرر يصير يوتيوبر وعم ينزل كل يوم ثلاثة فيلم عم بيصوره هو وأصدقائه. كيف فينا نتابع ماركوس ومشجعكم تتسجلوا معه بالقناة حتى تشجعوا؟ تقرير بعرفنا أكتر. هاي معكم نور من سنابل نيوز. اليوم رح نتعرف على ماركوس أشوا يلي بيعمل روبورتاجات تثقيفية بنزلها على صفحته. خلونا نشوفه سوا. This is very important. كتير مهم. المدرسة والمعلمات كل هول خبريات وأخيرا خلصوا. أنا ماركوس بلو وعمري 13 سنة، أنا بالصف الثامن. عندي يوتيوب شانل وبصور فيديو جديد كل ثلاثة. طلعت لي الفكرة وقت كنت أصغر بشوي، كنا أنا وأصحابي عم نعمل فيديوز نتسلى فيهم، فقررت أعمل يوتيوب شانل وهلأ صار له شهرين. الهدف تبعولي إنه أجلب البسمة على وجه كل حدا، لأنه في كتير مشاكل بكتير عيال وبيوت. كمان مشان هيك بدي أدخل الفرح بكل بيت. خلونا نشوف الفيديوهات اللي بيعملها ماركوس. مش قادر بقى ادرس، راسم عبا بهول معلومات، جغرافيا وتربية خلاص بكافي، كل هيدا الدرس على راسي، مش قادر ركز من هالدرجة، يا رب ساعدني بفحوصاتي. لهلا انا عامل 11 فيديو منهم ديسباسيتو يلي هو ترجمت فيها كلمات ديسباسيتو للعربي. الهدف تبعوله انه شجع الناس اللي كان عندهم امتحانات وقتها. الفيديو الثاني هو شيب اوف يو وكمان ترجمت الكلمات للعربي، والهدف انه خلصت المدرسة وعم نتسلى بهول ايام الصيفية. خلصت المدرسة كبل كتابو يلا الحقني تا يلا الحقني يلا الحقني. ثالث فيديو أنا صورته مع أصحابي هو إذا الكائنات فيهم يحكوا. تخيل إنه الكتاب فيه يحكي معك، أو المقلمة عم تحكي معك، أو حتى البيت عم بيحكي معك، شو بيكون شعورك؟ wake up shut up hey handsome pick me to be more handsome. رابع فيديو هو وقت رجعنا على الماضي
وشفنا يسوع كطفل صغير وحبيت وعشت معه لوقت طويل. أوكي مايكا. أنا عامله إنه كيف الناس الكبار بالعمر تعرفوا على هول الوسائل الجديدة مثل التليفونات والآيباد والوسائل التكنولوجيا. I went to Apple store and I buy Apple computer. I thought you wanted to buy Apples. Yes, and then I buy Apple computer. Look what they write on my Instagram account. Link in bio. They like biology. I like biology too. Do you want to back up your computer? من خلال هيدا الشانل طلع لي كتير كومنت حلوة والناس كتير شجعوني انه كفي وضلني اعمل فيديوز. وكمان شي انا تعجبت فيه انه كنت بالسينما وقفوا 5 ولاد واجوا سلموا علي انا ما كنت اعرفهم. اجوا وكان بدهم يتصوروا معي وطلعوا انه هن كانوا عم بيحضروا الفيديوز تبعولي كل 3. وأنا بشجعك إذا أنت عندك شي رسالة شي فكرة ما تتردد تنفذها وتشاركها معنا. تابعوني كل 3 على اليوتيوب شانل تبعولي ماركس بلو. إن شاء الله تكونوا حبيتوا ريبورتاجنا وأنتوا كمان فيكم تكونوا مثل ماركوس وتشاركونا بمواهبكم. كانت معكم نور من السنابل نيوز. ما مننسى تقريركم المصورة يلي أرسلتوها لإلنا ويلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية أو عبر الهاتف. صوروا أي موهبة عندكم إياها وارسلوها بالإيميل أو عبر اليوتيوب ونحن منتكفل بعرضها ببرنامجنا. والتقرير يلي وصل لنا اليوم هو من ماريبال. اسمي ماريبال فرج وعمري 11 وأنا بالستيام وأنا بحب كثير أعمل فيولون وأنا بمزار شاهين ومع أستاذ جيوفاني وهلأ بدي أدق لكم بينجو. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا بودعكم على أمل شوفكم بحلقة جديدة. باي.